أحب أقول شكراً من قلبي كمان لجمعية الجيل الجديد. يلي أسست هذه الفرقة. شكراً من قلبي إنه خلتنا نشوف هيك روائع. وشكراً لوفائها هذه الجمعية، لأنه لولا وفائها لما ذكرت مؤسس الفرقة مستر كوستانيان. على كل حال، معروف الأرمني بطبعه، بإتقانه لعمله، بصدقه، بإخلاصه وبوفائه. والأرمني بعرف تماما على أنه وفي للأرض اللي عايش عليها بقدر وفائه لجذوره، وفي لسوريا بقدر وفائه لأرمينيا. بحب أقول شكرا لأرض أرمينيا الطيبة اللي خلفت الشعب الأرمني. ختاما بحب أقول كلمة قلتها بحفلة من حفلات الفرقة في دمشق ومن قلبي، وذكرى ما بنساها أبدا، إنه والدي أبي كان يقول لي دائما: يا ابني يا دريد، إذا كان بدك تأمن لا تأمن لغير أرمني. شكرا للأستاذ دريد ضحى على الذي شرفنا بحضوره.